أيضا هناك من الأسباب الكبرى أحيانا يسقط بعض النيازك. ربما احنا في حياتنا أو في أجيالنا لم نرى سقوط نيزك ضخم على سطح الأرض بما يشبه أشياء، لأن عند سقوط النيزك في كتل ضخمة يمكن في حجم مثلا جبل المقطم أو أضعافه. هذه الكتل لما تسقط على سطح الأرض بيطلع فيه غبار، كميات من الغبار بتملأ الغلاف الجوي، قد تحجب أشعة الشمس فترات طويلة، وأيضا ممكن تؤدي إلى احتباس حراري فيما بعد وبالتالي رفع درجات الحرارة. إذا يعني الأسباب الكونية موجودة بشدة. حدوث بقى براكين، ايوه لكن ما يحدث الآن في يعني في الوقت الحالي، الكرة الأرضية اتغطت تماما، أصبحت كل الصخور الملتهبة والماجما أصبحت مغطاة، فالنشاط البركاني في الوقت الحالي نشاط ضعيف جدا، حتى إذا تواجد بركان هنا أو هناك، فهذه البراكين المفروض أنها كانت مسبب رئيسي لتغيرات مناخية في الماضي، لأن ما يخرج من البراكين بخار ماء وغازات زي ثاني أكسيد الكربون والأكاسيد النيتروجين وكل هذه الأكاسيد اللي هي بتعمل احتباس حراري وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وارتفاع في درجات الحرارة طبعا بيؤدي يعني في النهاية ممكن إلى ذوبان مناطق جليدية وزيادة ارتفاع منسوب سطح البحر. إذا النشاط البركاني يعني بريء من أي تغيرات في الوقت الحالي، فعلا يا لأن دكتور. كمية الغازات جبال التي سانت تخرج كاترين، كمية ضعيفة للغاية. بعد اذنك جبال سانت كاترين وجبال السعوديه دي كانت في يوم من الايام تحت سطح البحر. جبال سانت كاترين وجبال البحر الأحمر كل هذه المناطق كانت تحت سطح الأرض، لأن هذه الأنواع بها أنواع من الصخور بنقول عليها الصخور الجرانيتية. هذه الصخور هي صخور نارية لا تتكون إلا من تبريد الماجما البطيء تحت سطح الأرض. كون إن هي موجودة الآن في أعلى سطح الأرض، ربما يعني عندنا جبل سانت كاترين أكثر من 2000 متر فوق سطح الأرض، أو جبال البحر الأحمر أو غيره من الجبال، يعني ازاي ده حصل يبقى بقى؟ ازاي هنا ده بقى حصل؟ أيوه بيحصل ظواهر وزلازل ضخمة جدا بتؤدي إلى تشققات في القشرة الأرضية وتكوين فوالق، أو لو كانت شديدة بنسميها أخاديد. وإحنا عندنا الأخدود الإفريقي العظيم اللي ايوه بادئ من جنوب أفريقيا من موزمبيق، ده ممتد أكثر من 7000 كيلو متر وقاسم إثيوبيا نصفين، وده من أحد الأسباب اللي بتهدد منطقة سد النهضة. وعامل البحر الأحمر بفرعيه قناة سواء خليج السويس أو خليج العقبة، وممتد البحر الميت إلى جبال تركيا. يعني هذا الخدود الضخم ده يعني وهذه الزلازل الشديدة هي اللي أدت في إلى ارتفاع في سطح الأرض ومحاولة الماجما للخروج من هذا التشقق. وبالفعل في باطن البحر الأحمر في ماجما بتخرج، وفي باطن المحيط أيضا في ماجما بتخرج، لكن إحنا بنشوفهاش. والبحر الأحمر بيتسع سنويا بحوالي سنتيمتر كل سنة بسبب خروج ماجما أو نشاط بركاني تحت سطح الأرض. خروج هذه البراكين وحدوث هذه الزلازل أدى إلى ارتفاع الجهتين، ولذلك احنا هنلاقي الجهة السعودية تقريبا هي شبيهة للجهة في ناحية مصر، وهم وكأنهم يعني مرايتين لبعض، لكن لأنه كانوا بالفعل كانوا جزء واحد قبل انفصال البحر الأحمر، كان مجرد تشقق. فهنا خرجت الصخور اللي كانت تحت سطح الأرض أصبحت صخور مرتفعة، لأن كل ما يعلوها حصل له تعرية وانجراف وتم إزالته، وبالتالي ظهرت الصخور اللي كانت في الأعماق. لكن هناك مناطق مرتفعة أخرى في زي مثلا جبال كليمنجارو في ما بين كينيا وتنزانيا، ده ارتفاع أكثر من 6000 متر فوق سطح البحر. هذا لكن في دي هذه الجبال جبال بركانية، ولذلك احنا لدينا سلسله بركانيه على مدار الاخدود الافريقي، لان التشققات الموجوده في سطح الارض هي مسار لخروج البراكين وتكوين خروج هذه البراكين بيطلع معاها انبعاثات وغازات، وبالتالي تؤدي الى تغيرات مناخيه. لكن الان ليس هناك اي نشاط بركاني يذكر او قد يقول او يؤثر في مناخ الكره الارضيه. عده براكين هنا او هناك لا تؤثر. يمكن لو شفنا ثاني اكسيد الكربون
هنلاقي ان نشاط الانسان نفسه يعني خرج حوالي 35 ألف مليار طن من ثاني اكسيد الكربون. نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي خرج من البراكين اقل من ذلك بكثير. نشاط الانسان هو اللي واضح حاليا، ولكن نشاط الانسان قد يؤثر في ارتفاع درجات الحراره، في زياده ثاني اكسيد الكربون، ولذلك في مناشده لان احنا نخفض انبعاثاتنا عن طريق استخدام مصادر وقود نظيفه زي مثلا طاقه شمسيه، طاقه الرياح، وتقليل استخدام الفحم، لان الفحم هو اكبر ملوث على سطح الارض لخروج ثاني اكسيد الكربون. يبقى احنا كده مفروض الطاقه الشمسيه هي اللي هنستخدمها في السنوات القادمه في المستقبل. واولا انا بشكر مداخله حضرتك القيمه، وكده طمنتني ان موضوع المناخ مفيش حاجه واو، احنا ده مناخ بيتغير كل 20 سنه وده طبيعي، مظبوط يا دكتور؟ يعني هو دي بنسميها اختلافات، ومع ذلك يجب ان تنال برضو اهتمامنا، لان لما حتى لو كانت موجه يجب ان انا اكون مجهز نفسي ان المحاصيل، انواع المحاصيل انها ممكن يبقى احنا نستنبط انواع تتحمل لو جاءت موجه حاره لعده ايام. يعني احنا شفنا اللي حصل في المانجا السنه دي، اكثر في انتاج المانجا. طيب ليه ده يعني يستدعي ان احنا نستنبط انواع من المانجا او غيرها من المحاصيل اللي هي تتحمل لو حصل في موجه حاره او موجه بارده؟ طب وانتم حضراتكم كعلماء وفي معهد البحوث ما بتستنبطوش دوت وتبلغوه للجهات المعنيه عشان نظبط المحاصيل، ولا دي بتبقى جايه ازاي يا فندم؟ هو ده بيحصل فعلا. هو لولا هذا احنا كنا مثلا في مصر ان احنا نعيش 102 مليون نسمه حاليا بنفس كميه المياه اللي احنا كنا عايشين بيها من 50 سنه. احنا لولا هذه الابحاث واستنباط اصناف جديده تزيد من الانتاجيه وتستخدم مياه اقل وتتحمل ظروف بيئيه صعبه سواء ارتفاع حراره او انخفاض درجه حراره او قله مياه الامطار في بعض المناطق، كل ذلك لولا يعني ابحاث اللي بتتم والنشاط وشغل من الاساتذه في كل التخصصات. ولكن احنا طبعا احنا دلوقتي بنطمح في المزيد والمزيد والمزيد، وطول ما الانسان عايش بيبتكر ويشتغل، ويعني ده لمصلحه يعني حياه الانسان وزياده مستوى المعيشه. وطول ما الانسان عايش الانسان بيطمح ومستوى المعيشه بيزيد، وطول ما معايا دكتور عباس شراكي في كل حلقه بحتاجه فيها بلاقيه. اشكر حضرتك جدا يا دكتور، وميرسي على المداخله القيمه ديت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وتحياتي حبيبي يا فندم. شكرا.